جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن ذلكم الموضوع الشيخ صالح، فيقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت لثلاثة أيام متتالية؟ وهل يستفيد الميت حسنات من تلكم القراءة؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا العمل، وهو قراءة القرآن للميت أو عند قبر الميت أو عند دفنه، كل هذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة. والواجب للميت الدعاء له والاستغفار له، الصلاة عليه والصدقة عنه، وما وردت الأدلة بأنه ينفع الميت بعد موته. وما لم يرد به دليل فإنه يترك، ومن ذلك قراءة القرآن للميت، فإن هذا من البدع التي لم يرد بها دليل. نعم.